المباراة الأولى ملعب الشرطة بين فريقي شرطة ملابس الخضراء ونادي سامراء ملابس البيضاء. فريق الشرطة، وهذه الكرة إلى خارج الملعب. نتيجة الفريقين في المرحلة الأولى فوز فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء لنادي سامراء، وتستمر الهجمات وضربة حرة مباشرة لصالح فريق الشرطة، ويونس عبد علي إلى خارج الملعب. يعني رجوع يونس إلى فريق الشرطة في وقت مناسب بعد رحيل سعد قيس وكذلك كريم صدام، وهذه الهجمة إلى خارج الملعب، وطارق عبد الرحمن وكرة إلى داخل الهدف ليسجل منها الهدف الأول لصالح فريق الشرطة. طارق لاعب فريق أربيل في الموسم السابق، طريقة ذكية في تسجيل هذا الهدف اللي يتحمل مسؤوليته حارس مرمى فريق سامراء. وتستمر الهجمات وفؤاد عزيز إلى حارس المرمى عماد هاشم، ومن هذه الهجمة أيضا يستطيع عماد هاشم أن يرد هذه الكرة عن مرمى، وتستمر من الجهة الأخرى، ولكن مدافع فريق الشرطة هذه المرة كان أقرب وتقطع هذه الهجمة. انتهت هذه المباراة بفوز فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. وننتقل بكم إلى ملعب الكرخ، حيث المباراة المثيرة بين فريقي الطلب ملابس البيضاء ونادي الجيش ملابس الحمراء. هذه المباراة مهمة لفريق الطلبة في ملاحقة لفريق الزوراء في صدارة الدوري، ونتيجة المرحلة الأولى هي فوز فريق الطلبة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ومهند لويس يضيع هذه الفرصة، ومرة أخرى من سلام جعفر أنقذها مدافع فريق الجيش. وكرة إلى عارضة المرمى وتلكؤ مدافعي فريق الجيش. انتهى الشوط الأول بتعادل فريقين بدون أهداف. وفي شوط المباراة الثاني الحكم الدولي عادل قصاب وإنذار للاعب فريق الطلبة مهند لويس، والحكم يوقف المباراة بسبب صياح بعض الجمهور بكلمات غير لائقة على حكم المباراة، ويطلب الحكم من الجمهور أن يغادر المدرجات. ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد كان قريب من الحالة وفضت المشكلة وعادت المباراة إلى الاستمرار، ومن هذه الكرة إلى خارج الملعب لتستمر دقائق هذه المباراة بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين. وفريق الطلبة أيضا يضيع هذه الفرصة، وفرصة أخرى تضيع من فريق الطلبة وتألق لحارس مرمى فريق الجيش في هذه الكرة. ونشاهد هذه الحالة أعزائي المشاهدين، هل هي سحب أم شيء آخر؟ والحكم يشير باستمرار اللعب. سنعود إلى هذه الحالة يوم السبت القادم مع الحكم الدولي عادل القصاب. انتهت هذه المباراة بتعادل فريقين بدون أهداف. ومن نتائج المباريات الأخرى، فريق بابل يحقق الفوز على فريق ديالة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. سنشاهد الأهداف يوم السبت القادم. النجف والكرخ، يسجل فريق الكرخ فوز جيد على فريق النجف بهدفين مقابل هدف واحد، هنا خطأ حتى الإيد مرات تغلط مو بس الكمبيوتر، 2-1 لصالح فريق الكرخ. وأربيل والديوانية حبايب في ملعب الديوانية بدون أهداف. وفي ملعب الصناعة، شركة بابل ومباراة فريقي الصناعة ملابس الزرقاء ونادي العمارة ملابس الخضراء. نتيجة الفريقين في المرحلة الأولى تعادلهما بهدف واحد لكل منهما. وفي المرحلة الثانية هل تغيرت النتيجة؟ الهدف الأول لصالح فريق الصناعة عن طريق اللاعب قاسم فرمان.
تستمر المباراة في هذا الشوط وهجمات لصالح فريق الصناعة اللي مسيطر على هذه المباراة أكثر من فريق العمارة. وفي شوط المباراة الثاني كاظم محسن يضع الهدف الثاني لصالح فريق الصناعة بعد أن استغل الفائدة من تلكو لاعبي فريق العمارة. وننتقل إلى كربلاء، أيضا كانت هناك مباراة مثيرة ومثيرة جدا بين فريقي كربلاء اللي سجل الآن الهدف الأول عن طريق اللاعب حسين رضا في الدقيقة 18، وكان هناك اعتراض من لاعبي النفط على هذا الهدف. وبعد هذا الهدف كان فريق النفط أيضا إلى هجمات، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء بهدف واحد مقابل لا شيء. وفي شوط المباراة الثاني استطاع فريق النفط أن يسجل هدف عن طريق اللاعب ياسر عبد اللطيف. ومن هذه الهجمة جاء الهدف الثاني لصالح فريق كربلاء. ومن خطأ لمدافع فريق النفط جاء الهدف الثالث لصالح فريق كربلاء. انتهت هذه المباراة بفوز فريق كربلاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي النفط. والمباراة ما قبل الأخيرة جمعت فريقي الزوراء ملابس البيضاء ونادي الناصرية ملابس الحمراء. فريق الزوراء عاد في الدور الرابع بنقطة واحدة من نادي العمارة، وهذه المباراة هي مهمة إلى بعد أن انتهت مباراة المرحلة الأولى بتعادل فريقين 1-1 وطرد للاعب من فريق الناصرية نتيجة الخشونة. تستمر دقائق الشوط الثاني من هذه المباراة وفريق الزوراء يسجل الهدف الأول. نشاهد مرة أخرى طريقة تسجيل الهدف عن طريق اللاعب مفيد عاصم. أيضا فريق الزوراء يتقدم الآن بهدف وهو بحاجة للفوز ليبتعد عن الوصيف فريق الطلب. وهذه الكرة إلى خارج الملعب وتستمر الهجمات ومفيد عاصم مرة أخرى وينقذ حارس المرمى. تستمر الهجمات وفريق الزوراء مشدد من هجمات على مرمى فريق الناصرية. ومن هذه الكرة جاء الهدف الثاني لصالح فريق الزوراء في هذه المباراة. سجل اللاعب عباس عبيد. شاهد مرة أخرى طريقة تسجيل الهدف من زاوية أخرى. كرة من بعيد وبعيدة عن متناول حارس المرمى. ومن هذه الهجمة ذهبت إلى خارج الملعب قريبة من قائم المرمى. ومن ضربة بعيدة من خارج منطقة الجزاء يسجل فريق الزوراء الهدف الثالث. والنتيجة الآن تقدم فريق الزوراء بثلاث أهداف مقابل لا شيء لنادي الناصرية. وشاهدنا وياكم هجمات كثيرة لصالح فريق الزوراء على مرمى فريق الناصرية وأيضا هذه الهجمة إلى خارج الملعب. هجوم زوراء ضاغط في هذه المباراة وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لنادي الناصرية. وبعد المباراة الكل يذهب إلى بيته. ومن النتائج الأخرى فريق صلاح الدين يتعادل مع فريق الرمادي بهدف واحد لكل منهما. وفي ملعب الكوت الميناء يحقق نتيجة كبيرة على فريق الكوت بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وفي ملعب الموصل يحقق فوز آخر على فريق كركوك بهدفين مقابل لا شيء.
وآخر مباريات أعزائي المشاهدين جرت في ملعب الشعب الدولي بين فريق الجوية بالملابس الزرقاء ونادي العمال ملابس البيضاء والسراويل السوداء. الشوط الأول وهذه الكرة من أكرم عمانوئيل إلى داخل الهدف ليسجل منها الهدف الأول لصالح فريق الجوية. أكرم بدأ يستعيد مستواه في مباريات الجوية الأخيرة وبدأ يشكل الثقل الأساس لفريق الجوية في هذه المباريات. تستمر هجمات فريق الجوية ومرة أخرى أكرم وأمام المرمى وجعفر عمران إلى خارج الملعب. كانت مناولات جميلة بين فريق الجوية وكاظم جابر أيضا أحد صانعي ألعاب فريق الجوية في المباريات الأخيرة. 1-2 وكرة إلى داخل الهدف ليسجل منها فريق الجوية الهدف الثاني. النتيجة الآن تقدم فريق الجوية بهدفين مقابل لا شيء لنادي العمال اللي حقق في الدور السابق نتيجة جيدة بفوز على فريق الصناعة بهدف واحد مقابل لا شيء. وهذه الكرة إلى خارج الملعب وجعفر عمران نفس المسافة ونفس الكرة على فريق النفط اللي سجل منها هدف في الدور السابق. وتستمر الهجمات. نتيجة المرحلة الأولى بين الفريقين فوز فريق الجوية بنتيجة كبيرة بسبعة أهداف مقابل لا شيء. وهذه الهجمة لصالح فريق العمال أنقذت وتستمر الهجمات. وحارس مرمى فريق العمال أيضا كان بمستوى جيد في هذا الشوط اللي انتهى بتقدم فريق الجوية بهدفين مقابل لا شيء. وفي شوط المباراة الثاني كرة إلى خارج الملعب وتستمر هجمات فريق الجوية وداخل منطقة الجزاء والهدف الثالث لصالح فريق الجوية عن طريق اللاعب جعفر عمران. أيضا جعفر عمران بدأ يتألق في المباريات الأخيرة لصالح فريق الجوية سجل هدفين في مرمى النفط وهذا هو الهدف الثالث إلى في مباراتين. وولي الظهد خلينا نشاهد هذه الحالة أعزائي المشاهدين. مدافع فريق العمال حاول اللحاق بولي الظهد وأسقطه قبل وصوله إلى منطقة الجزاء وحكم المباراة طرد اللاعبين لاعب فريق العمال ولاعب فريق الجوية. ونشاهد مرة أخرى كيفية طرد اللاعبين يونس كاظم وولي الظهد في الدقيقة 81 عند سقوط ولي الظهد من قبل لاعب فريق العمال. هل كان هناك ضرب من ولي الظهد للاعب فريق العمال وهو على الأرض؟ القرار متروك للحكم الذي طرد اللاعبين. وفريق الجوية عاد وسجل الهدف الرابع عن طريق أكرم عمانوئيل مرة أخرى ليتقدم بأربعة أهداف مقابل لا شيء لنادي العمال وهي نتيجة كبيرة لصالح فريق الجوية في ملعب الشعب الدولي. وهذه الكرة إلى قائم المرمى من أكرم عمانوئيل مرة أخرى. إذن هجمات متتالية في هذه المباراة الغزيرة الأهداف لصالح فريق الجوية بأربعة أهداف مقابل لا شيء لنادي العمال. وبانتهاء مباراة الدور الخامس لا يزال فريق الزوراء متصدرا الفرق ب 76 نقطة متقدما على فريق الطلبة صاحب المركز الثاني ب 68 نقطة بفارق 8 نقاط عن فريق الزوراء. الجوية بدأ يستعيد موقعه في المركز الثالث ب 62 نقطة مع مباراة مؤجلة. الشرطة في المركز الرابع ب 61 نقطة. النجف في المركز الخامس ب 60 نقطة. فريق النفط في المركز السادس ب 58 نقطة. الجيش في المركز السابع 57 نقطة. الكرخ في المركز الثامن 54 نقطة. وسامراء في المركز التاسع ب 50 نقطة. الرمادي في المركز العاشر ب 45 نقطة. قيمة جائزة اللوتو للدور الخامس بلغت لهذا الدور 2,793,546 دينار. والبطاقة الرابحة لهذا الدور شاهدوا وياكم 1-1-1-X-1-2-1-1 هو الفائزين. وهكذا أعزائي المشاهدين الدور الخامس المرحلة الثانية وموقف الفرق وفارق الثمان نقاط يوم الخميس القادم. هذه تحية فريق الرياضة اليوم. حيدر يمكن ما نسينا شيء لحد الآن.